نوجد تحيه مره اخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في مستهل فقرات برنامجنا الحواريه، وفقره اولى هنتكلم فيها عن موضوع في غايه الاهميه وهو تحسين جوده وانتاجيه البطاطا في مصر كمحصول قومي واعد. هي محصول البطاطا من المحاصيل الرئيسيه والهامه في مختلف دول العالم، اعتقد 160 دوله حول العالم بتقوم بزراعه هذا المحصول، وبعض الدول بتعتمد عليها كغذاء رئيسي. هنفتح هذا الموضوع بحذافيره ونناقش العديد من المحاور المتعلقه بهذا الموضوع مع ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره عفاف عبد القادر سالم، استاذ دكتور متفرغ بمعهد بحوث البساتين قسم تربيه الخضر. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه كلمينا عن محصول البطاطا وتحديدا في مصر. طبعا محصول البطاطا ده من محاصيل الخضر الهامه جدا، بيحتل المركز السابع على مستوى العالم. نعم. بالنسبه كمحصول خضر لاهميته الكبرى من الناحيه الغذائيه والاقتصاديه والطبيه. طبعا هو بيحتاج موسم نمو دافئ بيتراوح من 4 لـ 6 شهور، هو طبعا موضوع محصول صيفي. نعم. بيحتاج درجه حراره، بيحتاج لنموه درجه حراره عاليه طول فتره نموه اللي هي من 4 لـ 6 شهور. طبعا بيتاثر بالصقيع او الحراره المنخفضه. يمكن لو الجو دافي هو بيزرع في 3 عروات في مصر، في العروه الصيفي هي العروه الاساسيه ودي اكبر مساحه بتنزرع في هذه العروه، يعني بيتزرع تقريبا مع محصول الذره. نعم. والعروه اللي هي وسط العروه النيلي والعروه الشتوي طبعا قليله جدا، بس طبعا الناس بتزرعها لان سعرها بيبقى عالي. تمام. بالنسبه للسوق المحلي يعني او التصدير. طبعا المحاصيل الهامه جدا كمحصول تصديري. لان مطلوب من الدول الاوروبيه والعربيه تصديره طول العام. ودي طبعا يعني ميزه كبيره جدا ما تتوفرش في اي محصول خضر. نعم. وبدون كميات. يعني احنا بنحاول نخزن المحصول ونتفنن في العوامل الملائمه لتخزينه فتره اطول علشان نقدر نصدره طبعا لتوفير العمله الصعبه كمحصول قومي. طبعا محصول البطاطا برضو من المحاصيل الهامه جدا اللي برضو يعني احنا كباحثين او المهتمين بالزراعه يعني مش واخد الاهتمام الكافي. لانه بيدخل في صناعات كثيره جدا جدا زي صناعات النشا. طبعا النشا، نشا البطاطا يعتبر نشا غني جدا بالعناصر والفيتامينات، العناصر الفيتامينات الغذائيه والعناصر المعدنيه غير نشا الذره. كمان كميه النشا اللي هي طالعه من محصول البطاطا عاليه لو قارناها بكميه النشا اللي طالعه من محصول الذره. جميل جدا. طبعا محصول البطاطا بيدخل اساسي بقى يعني دي حاجات حديثه في تصنيع رغيف الخبز. جميل. يعني استبدلنا حوالي 43.5 من الدقيق بالبطاطا لتصنيع رغيف خبز جيد عالي في القيمة الغذائية، ودي أهم نقطة أنا عايزة أبرزها النهاردة لمحصول البطاطا. أكيد طبعا. غير أنه هو محصول غذائي بيدخل في غذاء الأطفال، غير أنه هو محصول طبي. يعني يبقى محصول استراتيجي طالما يدخل في الخبز، يعني في صناعه الخبز. حضرتك يعني انا بوضح لو دخلناه في رغيف الخبز واهتمينا فعلا بهذا الموضوع هنوفر حاجات كتيره جدا. طب اشرح لنا ازاي يا دكتور. هنوفر طبعا استيراد القمح بكميات كبيره، يمكن هنوفر ربع الكميه او خمس الكميه اللي احنا بنستوردها من القمح لو اهتمينا بهذا الموضوع. تمام. تاني حاجه الرغيف اللي هو منتج عالي في قيمته الغذائيه على رغيف القمح، غني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه. ودي طبعا يعني يعتبر رغيف وقائي. تمام. من الامراض للصغار والكبار، انتي اوكسيد، في فيتامين الف وفيتامين سي وفيتامين دي، والاملاح المعدنيه زي العناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هو بيقي من امراض القلب وتصلب الشرايين. نعم. دي حضرتك احنا لو اهتمينا بهذا المحصول واديناه الاهتمام الكافي هيوفر لنا حاجات كتيره جدا. جميل. ده بالإضافة أنه هو كمان ما فيش فاقد في هذا المحصول. كل حاجة في المحصول دي بتستخدم. طيب. بنستخدمه الجذور زي ما قلنا. أيوة. في السوق المحلي في التصنيع. يعني أكل فريش مشوية أو مسلوقة. تمام. زي في الفسحات وفي المجالات زي ما أنت عارف حضرتك. تمام. بنستخدمه حضرتك ده الجذور، بنستخدم الجذور برضو في التصنيع. تمام. بنستخدم الجذور في تصنيع النشا، القشر اللي ناتج بعد تصنيع النشا
بيجفف ويستخدم كمشروب بخلطه مع يعني المانجا مع بخلطه مع حاجات اخرى زي القرفه والحاجات، بيستخدم كمشروب منشط للدوره الدمويه. يعني ما فيش اي حاجه بنرمها. العرش الاخضر بتاعه طبعا هو محصول عشبي غير متسلق، يمكن الورق بتاع الورقه بتاعته من قلبيه كامله الحافه الى مفصصه، فتفصيص غائر. تمام. الورق الساق بتاعه من الاخضر الى اللون الارجواني. طبعا هو مزهر لكن لا ينتج بذور، يعني فيه اصناف بتزهر وتنتج بذور. أيوة. واصناف تزهر ولا تنتج بذور. طب نتكلم عن القيمه الغذائيه بشكل عام لمحصول البطاطا، وليه دايما مرتبط انا لو بردان في الشتاء ممكن تاكل بطاطا بتدفيني؟ فاعتقد ده ليه يعني انعكاس مهم جدا لازم نوضحه للساده المشاهدين. طبعا القيمه الغذائيه زي ما كلمت حضرتك انها قيمه غذائيه عاليه جدا. نعم. اولا غني بالكربوهيدرات اللي هي بتمد الجسم بالطاقه. جميل. وده مطلوب في الشتاء. والدفء يعني ممكن نبدا يومنا كده بحته بطاطا يدينا القوه ويدينا زي ما اغلب الناس كده بتحب تاكل فول في البدايه، صح كده؟ فول؟ لا يعني ممكن نبدا يومنا بقطعه بطاطا، اعتقد تدينا القيمه الغذائيه اللي بتخلي نشط كل اعضاء جسمك. بقطعه بطاطا مع كوب لبن كده اخذت وجبه غذائيه كامله. ما شاء الله. كامله. فيها كل العناصر، فيها البروتين. طبعا احنا طلعنا اصناف وصل نسبه البروتين فيها 9%. ما شاء الله. عندنا اصناف جديده هوجن، مش اصناف كمان هوجن. ناتجة. نعم. من مركز البحوث الزراعية معهد بحوث البساتين. جميل. عندنا برضو حضرتك لو اللبن بيزود قيمة البروتين، ولا طبعا دوت البطاطا غنية بالحديد اللي هو مش موجود في اللبن. يعني لو أخدت قطعة بطاطا حتى لو اديت الطفل 45 جرام بطاطا يوميا عمره ما هيجيله برد، عمره ما هيجيله سعال، عمره ما هيجيله أي حاجة. ما شاء الله. قوي جهاز المناعة. وقائي. فيتامين ألف ده أنتي أوكسيد. فيتامين سي أنا وصلنا الفيتامين سي ل 35 ملي جرام لكل 100 جرام وزن فريش. طب من البطاطا. القيمة الغذائية دي يا دكتور كلها موجودة في كل أنواع البطاطا ولا في أنواع معينة؟ حضرتك هي تقريبا في كل أصناف البطاطا. نقول اصناف لان النوع احنا بنستخدم نوع واحد بس هو النوع ابوميا بوتابوتيتو. تمام. هو طبعا في 1000 نوع من البطاطا. فالنوع المستخدم واللي احنا بنستخدمه ابوميا بطاطا. تمام. بوتيتوس. فطبعا ان هو بنختلف حسب الاصناف. اللي هي اللي مش القيمه الغذائيه بقى نسبه الكاروتين على وجه الخصوص اللي هو فيتامين ا اللي هو طبعا بيقي من العمل البصري، بيقي من تصلب الشرايين، يعتبر انتي اوكسيد. طبعا البطاطا لان لون اللحم بيتراوح لون اللحم في البطاطا من الابيض الناصع الى البربل او البنفسجي. يعني في ابيض، في كريمي، في برتقاني فاتح، في برتقاني متوسط، في برتقاني داكن، في ارجواني. بربل دي الوانها. ارجواني دي الوان اللحم في البطاطا. طبعا البربل ده اكتر انواع البطاطا او اصناف البطاطا غنى بفيتامين اي. فطبعا دوت رغم ان هو مش دارج او مش مستخدم. احنا بنستخدمه بقى في التصنيع، تصنيع الحلويات والشوكولاتات لان تدخل في تصنيع الحلويات بصفه ممتازه. صحيح. يعني بتدخل في المخبوزات كبسكوتات كفطائر بتدي لها هشاشه، ودي طبعا حاجات احنا عملناها فعلا مع مع التكنولوجيا الاغذيه. تمام. مش بتكلم من فراغ يعني. أكيد. انا بتكلم على حاجات واقعيه. تمام. احنا عملنا ورشه عمل، عملنا من البطاطا بسكوتات من اصناف مختلفه من البطاطا. عملنا رغيف العيش كعامل اساسي او كحل لمشكله قوميه احنا عايشينها. طب كان في اختلاف عن الرغيف العيش العادي يا دكتور ولا متشابه ليه؟ ما رغيف العيش ممتاز، ما فيش اي خلاف، ده جيد كمان عن رغيف وفتره قيمته الغذائيه اكتر، قيمته الغذائيه اكتر وفتره حياته اكتر كمان في الجو العادي. أيوه. حفظه. يعني ممكن يعيش اسبوع في الجو العادي. ما شاء الله. بدون عفن، بدون، لان فيه كل حاجه. غير القمح، يعني تاني يوم بتلاقي رغيف العيش بتاع القمح عفن، نشف شويه. فطبعا دوت يعني ممتاز من جميع النواحي. تمام. غير ان قيمته الغذائيه عاليه جدا، غير ان هيحل مشكله قوميه فعلا. صحيح. يعني دول شرق اسيا تقريبا بتتغذى على البطاطا كمحصول رئيسي. دول شرق اسيا. صحيح. فاحنا كنا بناخد بودر البطاطا ونضيفه الرغيف العيش، الاربعة كيلو من البطاطا بيطلعوا كيلو، من لان نسبه الماده الجافه بتتراوح من 25 ل 30% في البطاطا. تمام. فطبعا احنا
تجفيف البطاطا دي برضو هيعتبر مشكلة، لأن برضو هياخد طاقة وهياخد باور وهياخد تكلفة وهياخد أيدي عاملة. فإحنا كمان وصلنا إن إحنا نعمله بالبطاطا الفريش، نفرم البطاطا ونضيفها مع المية للدقيق. خدنا كل القيمة الغذائية اللي في البطاطا ووفرنا إن إحنا نجفف البطاطا. طيب كلمينا عن دورة حياة البطاطا والنبات نفسه بشكل عام، إمتى يزرع، الحصاد بتاعه، الدورة طبعا الحياة. بالنسبة لنبات البطاطا نتكلم أول على طريقة التكاثر. تمام فضل. النبات ده بيتكاثر بثلاث طرق. أول طريقة ودي الطريقة التجارية، طريقة العقل الساقية. بجزأ النبات الأخضر إلى عقل ساقية تراوح طولها من 25 ل 30 سنتي. تمام. والفدان بياخد من 20 ل 25 ألف نبات. تمام. دي بالعقلة الساقية ودي الطريقة التجارية. تمام. الطريقة الثانية اللي هي الجذور، الجذر المتدرن، لأن طبعا فيه جذور عرضية وجذور مخزنة. طبعا البطاطا من محاصيل الجذرية المخزنة. وده طبعا الجذر ده هو الجزء المأكول أو الجزء الأساسي. طبعا الجذور ديت بنستخدمها عند تنقية الصنف أو المحافظة عليها كناس كأساتذة التربية. تمام. فيه البذور بقى، البذور الحقيقية، ودي بنستخدمها في النباتات المزهرة أو الأصناف المزهرة لاستنباط أصناف جديدة من البطاطا. طبعا لها طريقتين، لإما الطفرات لأنه محصول خضري وبثبتها بالتكاثر الخضري، لإما البذور الحقيقية. طبعا زي ما قلت لحضرتك أنه هو بيزرع في ثلاث عروات. العروة الأساسية هي العروة الصيفية اللي هي مع الذرة في شهر 5، من 20/5 من 20/5 من 20/4 ل 20/5، ده الميعاد الامثل لزراعه هذا المحصول. تمام. كمحصول صيفي. طبعا دي العروه الاساسيه لمحصول البطاطا. بيزرع في هذه العروه بمساحات واسعه. بيستغرق في فتره بقائه في الارض من 4 ل 6 شهور على حسب الصنف. في اصناف مبكره تاخد 4 شهور، وفي اصناف متاخره بتوصل ل6 شهور او تمام. ممكن تزيد عن 6 شهور. تمام. طبعا موسم يعني العمليات الخدمه والحاجات دي كلها محتاج في عمليه زراعته وتحسين هذا المحصول والحصول على كميه وجوده عاليه عمليات فنيه خاصه. اهمها ايه بقى يا دكتور؟ اهمها ايه اللي ممكن ننصح بيها ومزارع البطاطا ياخدوا بالهم ايه، واكتر الاخطاء الشائعه اللي بتبقى موجوده في عمليه الخدمه اللي بيقوم بيها اخواننا المزارعين، تنصحيهم بيها حضرتك؟ طبعا اهمها الري، التسميد. طبعا لو الري طبعا ده محتاج ري بالحساب وبالحوال من اول يوم لزراعه البطاطا حتى نهايه او حصاد المحصول. تمام. اسمه ري منتظم على حسب حاله الجو والحاله بتاعه الارض وظروف الايه النبات نفسه. تمام. او عمر النبات. طبعا عمليه الخدمه كعزيق وتسميد، طبعا لو قارنا التسميد باي محصول خضر تاني بيحتاج معدلات تسميد منخفضه جدا. ودي من الحاجات الممتازه برضو لهذا المحصول. يعني لو قارناه بمحصول زي محصول البطاطس، البطاطس بتاخد من 120 ل 180 وحده ازوت. ده لا يتعدى 60 وحدة أزوت في الأراضي الجديدة. الأراضي القديمة لو أراضي خصبة ممكن ما أحطلهاش خالص أسمدة. ممكن أحط لها 20 وحدة، ممكن أحط لها 30 وحدة. تمام. دي أقصى حاجة في الأراضي القديمة، أراضي الدلتا. أراضي الجديدة لا تتعدى 60 وحدة أزوت. ودي طبعًا ميزة ويعتبر، ولو زرعت عضوي أو حيوي كمان بيدي محصول عالي جدًا بالمعاملات الحيوية. وخالي من اي عناصر او خالي من اي اسمده، ودي طبعا حاجه صحيه بالنسبه للانسان، ودي اللي احنا محتاجينها. تمام. البيئه بقى اللي بيزرع فيها نبات البطاطا والتربه والمناخ اللي بيحتاجه نبات البطاطا يا فندم. طبعا بالنسبه للتربه دي برضو من الحاجات المهمه جدا لهذا المحصول. صحيح. ان هو بيجود في جميع الاراضي بدون قديمه مستصلحه الا الاراضي الغدقه والغير جاده الصرف. اللي هي الغير جادة الصرف. حتى بيجود عندنا أصناف بتجود في الأراضي الملحية وتتحمل ملوحة من 8 ل 10,000 بي بي إم. دي هجن جديدة وأصناف موجودة برضو مسجلة بالمعهد. تمام. ودي طبعا ميزة لهذا المحصول.
ان ممكن اي ارض هامشيه ازرعه فيها، يعني مش هيكلف، مش هياخد الارض الخصبه اللي هي مكان المحاصيل الايه الرئيسيه زي القمح زي البطاطس زي الذره، لكن كون ان هو يجود في اراضي فقيره وضعيفه فدي ميزه. صحيح، دي ميزه غير موجوده، فمحتاج يعني اهتمام واستغلال الارض الجديده. يعني احنا وصلنا ل 20 و25 طن في الاراضي الجديده بسم الله ما شاء الله من الاصناف المحليه. دي انتاجيه كويسه؟ طب انتاجيه كويسه يعني 25 طن؟ عاليه، يعتبر انتاجيه عاليه جدا ما شاء الله بالنسبه للاراضي الجديده، الاراضي المستصلحه، شركات المستثمره. طبعا في شركات كتيره مهتمه بهذا الموضوع، لان بتصدروا جذور وبتصدروا باودر فبرضو الشركات ديت بتقع في دروبات، هي محتاجه طبعا رعايه ومحتاجه متابعه من المراكز البحثيه، لان في حاجات هي غير ملمه بيها بتوقعها في دروبات بتخسرها كتير. فلو عملت بروتوكول مع مركز البحوث الزراعيه مع الناس المختصين بهذا المحصول لمتابعه المحصول، سواء وقايه سواء خدمة سواء زراعة سواء إنتاج سواء تربية سواء إنتاج تقاوي. تقاوي دي أهم حاجة لازم أبص لها، عشان أطلع محصول جيد لازم أجهز تقاوي جيدة. ما ينفعش أزرع محصول بنبات فيروس، نبات صنف يصاب بالذبول ويديني محصول جيد. صحيح، لابد إن أنا أهتم بتجهيز التقاوي، تجهيز التقاوي الخالية من الأمراض الفيروسية. يعني يبقى فيه اهتمام فعلا مركز البحوث ان انا انقي الاصناف، لان المحصول عشان خضري بيصاب بالامراض الفيروسيه، لان كثره التكاثر الخضري وقطع، يعني انت بتقطع نبات زي ما صباعك بتقطع بالظبط بيحصل تلوث. تلوث ليه؟ لازم بتعقمه برضو قبل الزراعه، يعقم النبات ده قبل الشتل. ايوه، يعني العقله اللي انت بتقطعها ديت لابد من تعقيمها بالمدات الفطريه قبل زراعتها برضو، عشان ما تتلوثي اكتر من التربه وتصاب بالامراض الفيروسيه، لان هو حامل للامراض الفيروسيه. فطبعا كل ما كان التلوث عالي اثناء القطع والزراعه كل ما كان المحصول منخفض. تمام، لان نبات حامل للفيروس هيدي محصول، بس هيبقى ايه؟ مش المحصول اللي انا منتظره. صحيح، الانتاجيه مش تبقى كتيره. فطبعا دي محتاجه ان انا ادي للمزارع تقاوي خاليه انتي فيروس، خاليه من الامراض الفيروسيه. تمام، عشان يدي محصول جيد. جميل جدا. لو اتكلمنا عن اكثر المناطق اللي بيزرع فيها نبات البطاطا في مصر وانتاجيه مصر من البطاطا، هل انتاجيه كبيره بتكفي الاستهلاك المحلي؟ وهل ممكن بنصدر منها ولا يا فندم؟ طبعا هو في حوالي من خمس لست محافظات رئيسيه في جمهوريه مصر بتهتم بزراعه هذا المحصول، اولها طبعا كفر الشيخ. جميل. تقريبا وعلى الخصوص مركز مطوبس ده بيزرع تقريبا نص المساحه المنزرعه في مصر. ما شاء الله. من تلت النص المساحه. كفر الشيخ دي مهمه يعني من محافظات يعني مركز في المحافظه الرائدة. بيزرع نص المساحه. المركز ده بيزرع مساحه كبيره جدا. من المحافظات الرائده لزراعه هذا المحصول. تمام. يليها محافظه دمياط، عندنا محافظه المنوفيه برضو بتزرع، الاسكندريه طبعا بتزرع هذا المحصول برضو بمساحات واسعه. ديت يعني اهم المحافظات، واغلبها وجه بحر يا دكتور. البحيره ديت اهم المحافظات اللي بتزرعها، طبعا بقيه المحافظات بتزرع بس مساحات ايه ضئيله. طب انا ملاحظ ان اغلب المحافظات دي وجه بحري. ايوه. ليه؟ عشان المناخ والتربه معينه ولا هم متميزين مثلا في زراعه؟ هو برضه الصعيد والله حاولوا وخدوا دورات، جم خدوا دورات هم نفسهم، وفي اصناف فعلا نجحت في محافظات الصعيد، بس هم برضه عايزين اهتمام اكتر عشان ننشر الاصناف ديت ونزرعها ده بالعكس الصعيد يعتبر لانه محصول شبه استوائي. يعني يجود في أراضي الصعيد. تمام. يجود لأن هو بيحتاج موسم نمو دافئ طول فترة حياته. تمام. يمكن لو زرعنا عروة شتوي في الصعيد هتديني برضو محصول انتاجية كويسة. فتنوع الأراضي وتنوع الأجواء داخل الجمهورية دي هيديني فترة أطول لوجود المحصول، وإن أنا أصدر كميات أطول منه. صحيح. طبعا لو اتكلمنا عن المساحة المنزرعة طبعا هي إلى حد ما مش حقيقية، لأن دايما اللي بيزرعوا بطاطا هي طبعا المساحه الحصر ده جاي من الجامعات الزراعيه. دايما يقولوا احنا ايه زارعين ذره عشان ياخدوا عن اسمده. لان لو قالوا بطاطا مش هياخدوا سماد. فدايما المزارع عايز الحاجه اللي يستفيد ياخد كل اللي عايزه. هو بيزرع بطاطا لكن بيقول ان انا زارع ذره. فطبعا المساحات اللي هي الاحصائيات تعتبر قليله بالنسبه للواقع فعلا الموجود. يعني الواقع اكتر. الواقع اكتر. تمام. فعندنا 2016 كانت المساحة عندنا 32 و86 ألف فدان.
ما شاء الله. بتنتج 454,495,000 طن. جميل. بواقع 14.1 من 10 طن للفدان. تمام. دي احصائيه، دي جايه من المشروع من القطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. تمام. الاحصائيه دي عندنا في 2017 المساحه قلت، بقت 25 و27 الف فدان، 27 من 1000 فدان، من حاجه و30، بواقع 380 498 الف طن، بمتوسط انتاجيه 15.2% طن للفدان. فطبعا كون ان المساحه تقل من 2016 ل 2017 كده يبقى في ضرب للمحصول. انا عايزه المساحه تزيد والانتاجيه تزيد. صحيح. والتصدير يزيد. طبعا لو بصينا للكميه المصدره تعتبر ضئيله جدا الكميه، يعني لا تتعدى الخمسه 5000 طن ل 6000 طن سنويا. فطبعا كميه لمحصول زي ده هو تهام وبيجلب العمله الصعبه ومطلوب تصديره دول عربيه والدول الاوروبيه طول العام يعتبر كميه قليله. ودي بترجع طبعا لعوامل كتيره، عدم الزراعه بمساحات كافيه، تدهور المحصول برضو بالنسبه لشكل الجذر، لان الشكل طبعا الحاجات اللي هي مطلوبه للتصدير عايز الشكل انتظام الجذر في شكله المغزلي في لون اللحم الجيد. طبعا عندنا في مصر برضو التسميد البوتاسي مهم جدا، والمزارع لا يهتم بهذا هذا النوع من السماد اطلاقا كمحصول جذري. ده بيحسن الكواليتي بتاع الجذر كلون قشره، كلون اللي هو البريدير، كلون لحم، كجودة للتخزين. فطبعا التسميد عشان البوتاسيوم غالي فالمزارع برضو ما مش بيبصله خالص في التسميد. صحيح. بيسمد سوبر فوسفات وسلفات بوتاسيوم وسلفات نشادر اللي هو التسميد الأزوتي، لكن لا يهتم بالتسميد البوتاسي. وده أهم حاجة لأي محصول جذري. جميل. هو التسميد البوتاسي. طيب حضرتك ذكرتي أن المساحة المزروعة من نبات البطاطا قليلة، عشان كده أسأل حضرتك كيفية التوسع في المساحة المنزرعة لنبات البطاطا. إيه اللي أنت ممكن توصي بيه حضرتك المزارعين اللي هم عايزين يزرعوا بطاطا وخايفين؟ تحب تطمنيهم تقولوا ايه؟ وده اعتقد عامل رئيسي في التوسع في المساحه. والله احب اقول للمزارع اللي هو فعلا راغب الراغبين في زراعه هذا المحصول، نعم، عايز اقول له ان ده محصول جيد جدا، اطمن. بس هو محتاج استشارات فنيه كبدايه للزراعه، لان حاجات بسيطه جدا ممكن يقع فيها المزارع، ودي حاجات من واقع انا بحكيها لك برضو. اهمها ايه طيب يا دكتور عشان نقولها للمزارع؟ حضرتك اهمها زي ما قلت عمليات الخدمه. آه. وبرضو الزراعه، يعني هو من اول خطوه لاخر خطوه. تمام. في زراعته محتاج فنيات من اول تقطيع العقله بادوات نظيفه معقمه لتطهيرها مهم جدا. تمام. لزراعتها وكيفيه وضع العقله كمان في التربه، وضع العقله بوضع مائل 45 درجه 45 درجه في وضع وليست رأسية عشان ما تنشفش ويحصل سقوط ويحصل يعني مساحات بور كتيرة في وبالتالي تأثر بالسلب على الايه على الانتاجية. تمام. العزيق والخدمة، التسميد، الري، كل التداول، تصويم النبات في بداية حياته اسمه التصويم الأصغر، بيصوم حوالي شهر في الأراضي القديمة وحوالي من 10 من حوالي أسبوعين في الأراضي الجديدة. دي عملية مهمة جدا لانتشار الجذور تحت التربة، ودي اللي هتديني محصول. صحيح. دي مهمة جدا. بعد كده التداول نفسه، يعني فيها شركات كتيرة أنا أعرفها يعني ما فيش متابعة من المراكز البحثية ليها. التداول المحصول ده حساس، ده اسمه سويت بوتيتو. لازم حلو. عايز في عملية الجمع جوانتيات. أيوة. عايز شيل بحنية. صحيح. ما شيلش الشكارة وارميها على على من على من على من على عربيه، طبعا هيحصل تكسير ويحصل تشوه. صحيح. وانت عارف التصدير عشان اصدر لو قشره بس كده مخدوشه مش هينفع للتصدير الجذر. فعمليات التداول مهمه جدا، لازم. صحيح. برضو من ناس متخصصه في التداول تبقى موجوده اثناء الحصاد. نعم. والنقل وعمليات التعبئه كمان معبوش في شواله. لا ده محتاج حاجات عبوات
تليق بهذا المحصول وبرفاهيته. صحيح. فسيادتك كل عمليات من بداية التجهيز التقاوي لتجهيز العقلة لآخر عملية في الحصاد وتصويم النبات قبل الحصاد مهم جدا. صحيح. إن أنا أصوم عشان أدي طبقة بريديرم جيدة تتحمل النقل والشحن والتخزين تتحمل الشيل ومحصول يدي محصول جيد اللون. صحيح. في لون اللحم ولون القشرة. دي حاجات كل عمليات الخدمة. صحيح. مهمة جدا لهذا المحصول. نقدر نقول يا دكتور إن محصول البطاطا من المحاصيل الرئيسية الهامة اللي بتدخل في العديد من الصناعات، أهمها إنه بيدخل مع دي في صناعة رغيف العيش والخبز اللي احنا بناكله. أعتقد مهم إن احنا نهتم بهذا الشأن زي ما أفادت الدكتورة وقالت إن المساحة المنزرعة عندنا في مصر قليلة، محتاجين إن احنا نوسع هذه المساحة. ونحن الحمد لله رب العالمين عندنا كثير من المشاريع القومية العملاقة اللي من شأنها التوسع في الرقعة الزراعية، ممكن نستفاد من ده ونتوسع في زراعة البطاطا. بشكر حضرتك جدا ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة أفادت. أنا عايزة بس أنوه لحاجة بعد إذن حضرتك. احنا مقدمين في معهد بحوث البساتين، مقدم بروبوزل في لمكون التنمية الريفية في المركز. تمام. فطبعا البروبوزل دوت ضامن، لان انا ما اتكلمتش عن نقطة اساسية فيها، ان هو بيصدم كاعلاف في الفترة الصيفية للحيوانات. جميل. بيسد فجوة كبيرة في العلف، لان الاعلاف غالية. تمام. ودي تنمية الثروة الحيوانية. صحيح. ودي مهمة برضو في مصر. نعم. فدي بيجي محصول البطاطا في الفترة اللي ما فيهاش أعلاف خضرة خالص. سواء لإنتاج اللبن أو التسمين. اللي هو من شهر 8 لشهر 11 لسه البرسيم حضرتك أعلاف خضرة لسه ما طلعش. ممكن فحاليا ده بيسد فجوة كعلف أخضر وكتسمين، لأن ممكن المواشي. الجذور الغير صالحة للتسويق. تمام. بتستخدم كعلف للحيوانات. والجذور الحلوة برضو بتستخدم كعلف في الحيوانات. تمام. والعرش الأخضر بيستخدم لأن نسبة البروتين. صحيح. فيه عالية. تمام. تصل من 13-18%. جميل. فعلف أخضر وعلف تسمين ده بيسد فجوة عالية جدا. صحيح. فإحنا مقدمين برضو بروبوزل. بروبوزل ده بدومة معهد البساتين. تمام. معهد تكنولوجيا الأغذية تصنيع الفطائر ورغيف الخبز كحاجة أساسية. جميل. معهد الإنتاج الحيواني تغذية حيوان، قسم تغذية الحيوان. تمام. معهد المياه، لان احنا قلنا من المحاصيل اللي بتحتاج ميه قليله ما شرناش محصول البطاطا. تمام. بالنسبه لو قارناه باي محصول تاني. وبرده الملوحه، تحمله للملوحه ده حاجات مهمه جدا. تمام. احنا مشتركين مع 5 معاهد لهذا المحصول. بالاضافه لاقسام داخل معهد البساتين برده قسم تداول الخضر. تمام. وقسم انتاج الخضر. نتمنى لك يا رب كل التوفيق، وان شاء الله باذن الرحمن مزيد من الاستفاده لهذا المحصول. فاهمنا ان فعلا المسؤولين يا رب يهتموا بهذا المحصول، والبروبوزل دوت كمحصول كبروبوزل قومي برضه، تصنيفه قومي يا رب، ان احنا فعلا ويبقى فيه توعيه. صحيح. وبرنامج ارشادي كامل متكامل للصغار المزارعين والشركات المستثمره لهذا المحصول. يا رب ان شاء الله المره الجايه تنورينا وتقولي ان شاء الله المشروع بتاع حضراتكم قبل، وان شاء الله تطبق على ارض الواقع. شكرا ليك يا استاذه الدكتوره عفاف عبد القادر سالم، استاذ دكتور متفرغ معهد بحوث البساتين قسم تربيه الخضر. شرفتني يا فندم، تحياتي لحضرتك مره اخرى. شكرا يا فندم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل انتظرونا وفقره حواريه اخرى مع زميلتي مها سميح، انتظروها.